هاي انا عليا، هنعمل النهارده انفولتيني دي كارني او ميت رولز، وهستخدم بوتاجاز لا جرمانيا كلاسيكا. وصفه الانفولتيني دي كارني او الميت رولز دي وصفه من جنوب ايطاليا، بس الريسبي بتختلف من حته لحته ما بين كالابريا ونيبلز وسيسلي. اللي بيميز الانفولتيني بتاعه الجنوب عن الشمال ان هم عاده بيطبخوا الانفولتيني او الميت رولز في توميتو صوص. هنحضر الحشو اللي احنا هنحطه جوه اللحمه. قطعة اللحمة اللي احنا هنستخدمها النهاردة هي نفس القطعة بتاعة الاسكالوب او وش فخدة، بس ممكن نستخدم اي قطعة فلات احنا بنحبها. هنحط الستافينج او الفيلينج بتاعنا في نص حتة اللحمة، وهنلفها كويس لحد ما تبقى على شكل رول، ونربطها من نص بالخيط بتاع الطبيخ عشان ما تفتحش واحنا بنسويها في الصوص. هستخدم العين المتوسطة الاول قبل ما نسوي اللحمة في الصوص، عايزين نديها لون بسيط، فهنسويها في شوية زيت قليلين على الناحيتين. مش بنقلب اللحمة كتير وبنسيبها تستوي على مهلها، وانا مطمنة ان لكل قطع الرولز هتستوي كويس في نفس الوقت، لان الحرارة بتتوزع بالتساوي عشان البان سابورت معمول من الحديد الزبط. عشان اعمل صوص الطماطم هبتدي الاول اسوي التوم والزعتر في شوية زيت عشان الاروما بتاعتهم تطلع. هبدأ الاول بنار عالية، وبعد كده لما نزود اللحمة هنوطي النار عشان الرولز تكون سوى الصوص. وهقلب كويس، وهزود ملح وفلفل وشوية سكر عشان يعمل بالانس للحموضة أو الأسيديتي بتاعة الطماطم. هنغطي الحلة وهنسيبها من 40 دقيقة لساعة لحد ما اللحمة تستوي. بعد كده الانفولتيني دي كارني أو الميت رولز هتبقى جاهزة للتقديم. احنا ممكن نقدم جنب الميت رولز سلطة او باستا او الخضار المفضل بتاعنا. بالهنا والشفا. La Germania, the kitchen genius.